مساء الخير. سنة الكبيس هي سنة عدد أيامها 366 يوم، مع العلم أنه السنة العادية عدد أيامها 365 يوم، ولكن لأنه الأرض تستغرق بدورتها حول الشمس 365 يوم وربع اليوم، تقرر جمع الأرباع وإضافتها بالسنة الرابعة لحتى يتناسب التقويم مع الدورة الفلكية، وهيك بصير عنا سنة كبيس وبصير عدد أيام شباط 29 بدل 28، والسنة عدد أيام شباط 28 يوم فقط. أما السنة الجاية 2016 هي سنة كبيس وعدد أيام شباط رح تكون 29، ومنحب نذكركن أنه ولا مرة بيجي شباط 30 أو 31 يوم. بالعودة لطقسنا، طقس شتوي حار متقلب مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية دافية عم بتأثر على طقسنا، مما عم بيؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية. الحرارة مرتفعة، الرطوبة متوسطة، الرياح ناشطة ببعض الأحيان خاصة بالجنوب ممكن توصل ل 50 كيلومتر بالساعة. البحر معتدل وحرارة مياهه 17 درجة. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية ورياح ناشطة نسبيا خاصة بالجنوب. لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ورح يكون في احتمال تساقط بعض الرذاذ خلال الفترة المسائية. نبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 14 على المرتفعات، 9 بالبقاع 3 والأرز درجة، ومنروح إلى جولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة إذا صغرت 20، العليلة 20، عرمون 20، ننتقل من بعدها إلى يونين 19، حبوش 14، الرابية 18، حصرون 7، ومراحل عين 20. أما الرطوبة فبتتراوح بين 40 و75%، حرارة سطح الماء 17 درجة، وسرعة الرياح بين 30 و45 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية شرقية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين منشوف سوا. لليلة 14 وأقصاها 25، نهار السبت بتتراوح بين 14 و20، ونهار الأحد بين 12 و20 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. القدس 14، عمان 15، ودمشق 18، ننتقل إلى الجزائر 17، وتونس 15، ومننهي مشوارنا